ما هي أسباب كثرة الدموع وعلاجها؟ يشكو الكثير من الأشخاص من كثرة الدموع في العيون، وكثرة الدموع هي حالة تفرز فيها العيون الكثير من الدموع، وتوجد العديد من الأسباب لكثرة الدموع، فهل تشكون من هذه الكثرة؟ ما هي الأسباب لكثرة الدموع وكيف يمكن علاجها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا الفيديو. الدموع هي إفرازات من غدد داخل العيون، وتوجد هذه الغدد من تحت الجفون. وظيفة الدموع هي الحفاظ على رطوبة العيون، منع الجفاف داخل العين، وتنظيف العيون من الأجسام الغريبة والأوساخ التي قد تدخلها. تفرز الدموع من غدد الدموع وتخرج من العين عن طريق قنوات الدم التي تمر إلى الأنف. أهم أعراض كثرة الدموع هو تهيج العيون والحكة التي تصيب الشخص، كما يمكن أن تؤدي لالتهاب في العين. يحدث كثرة الدموع عندما تقوم غدد الدموع بإفراز الكثير من الدموع، أو عندما تبطئ الدموع في خروجها من العين عبر قنوات الدم. ما هي أسباب كثرة الدموع؟ أولاً، التقدم في السن. يؤدي التقدم في السن لتغييرات عديدة في الجفن، حيث تميل عضلات الجفن للارتخاء، ويؤدي الأمر لحركة غير دقيقة للجفن، بحيث لا يستطيع الجفن مسح جميع الدموع من داخل العين. يؤدي الأمر في النهاية لكثرة الدموع. ما يزعج في كثرة الدموع هو أن الدموع ترقد داخل العين دون حركة، مما يؤدي للحكة وتهيج العين. لذا نلاحظ أن كبار السن يقومون بفرك عيونهم كثيرا. ثاني الأسباب هو انسداد قنوات الدمع، وهو سبب آخر شائع لكثرة الدموع، ونشير إلى أن قنوات الدمع تنسد هي أيضا بسبب التقدم في السن. التحسس. للكثير من الأشخاص يوجد تحسس من البيئة أو من مواد تحيط بهم، كالأعشاب، الغبار، الدخان، الطقس، القطط، الشجر وغيرها. قد يعاني هؤلاء من كثرة الدموع ومن إفرازات من الأنف. من الشائع التحسس لمواد اصطناعية كقطرات العيون أو العدسات اللاصقة. من الأسباب أيضا البكاء والاستجابة للعواطف، وهو أحد أشهر هذه الأسباب لكثرة الدموع، إضافة إلى التهاب الجفن والزكام. كذلك لوازم العين ومستحضرات التجميل تسبب كثرة الدموع، فقد يوجد تحسس لمستحضرات التجميل، أو أن مستحضرات التجميل قد تنقل العدوى للعين وتؤدي لالتهاب في بعض الحالات. من المفضل استبدال مستحضرات التجميل لتجنب كثرة الدموع. من أسباب كثرة الدموع أيضا جفاف العين. وهناك أسباب عديدة لجفاف العيون، كالتهاب العيون، الأجسام الغريبة داخل العيون، وخاصة العدسات اللاصقة والتي كثيرا ما تؤدي لجفاف العين. إذا ما شعرتم بجفاف العيون أو بكثرة الدموع إثر استخدامكم للعدسات اللاصقة، عليكم التوجه لطبيب العيون واستشارته حول استبدال العدسات اللاصقة. التهاب قناة الدمع. وهو أمر يحدث لدى الأطفال كما لدى المرضى كبار السن، وتوجد العديد من الأسباب لالتهاب قناة الدمع. من أسباب أيضا كثرة الدموع هو الأدوية، كالمحصرات ومستقبلات البيطة، وبعض مدرات البول، وأدوية العلاج الكيميائي، وبعض قطرات العين إذا تم استعمالها بشكل خاطئ. ليس من الصعب تشخيص كثرة الدموع، فما تشكون منه عادة هو فقط كثرة الدموع، وقد تصحبه أعراض أخرى. عليكم التوجه لطبيب العيون لتشخيص سبب كثرة العيون. ماذا يمكنكم أن تفعلوا لتلطيف كثرة الدموع؟ عليكم أن تعلموا أن علاج كثرة الدموع يعود لعلاج السبب. عليكم استبدال الأدوية التي تسبب كثرة الدموع، تجنب المواد التي تؤدي للتحسس، تناول الأدوية المضادة للتحسس في بعض الأحيان، إجراء عمليات تجميلية للحفاظ على الجفون أو لفتح قنوات الدمع المنسدة، وغيرها من إمكانيات علاج تختلف وفقا لسبب كثرة الدموع. وهناك عدة تعليمات للتلطيف من كثرة الدموع، كعدم فرك العيون، ووضع الضمادات الكمادات على الجفون، أو وضع أكياس الشاي المليئة بالماء. هذا يساعد على تهدئة التهيج في العيون ويلطف من كثرة الدموع. استبدال مستحضرات التجميل التي قد تؤدي لكثرة الدموع. المحافظة على نظافة العدسات اللاصقة والمحافظة على نظافة السائل. اتبعوا التعليمات واستمروا دائما في تعقيم العدسات وتنظيفها.
وإذا ما استمرت مشكلة كثرة الدموع رغم اتباعكم للتعليمات أعلاه، فلا بد وأن أحد الأسباب يحتاج للعلاج، وعندها عليكم التوجه لطبيب العيون واستشارته. دمتم في أمان الله.